بعد تحقيقها الرقم القياسي الأول في موسوعة جينيس بإنجازها أكبر لوحة فنية يدوية بتقنية المندالا في العالم تحت عنوان أكبر عرض للمندالا، كرمت جامعة البعث الطالبة لما زكريا من السنة الثالثة في كلية الهندسة المعمارية. طبعا هذا العمل يعتبر فخر لجامعة البعث، فخر لكلية الهندسة المعمارية. هكذا أبنان الطلاب في جامعة البعث عودونا بشكل دائم على التميز والإبداع، ونحن جامعة ترعى التميز والإبداع لأبنائنا الطلاب أو لطلابها. هذا الأمر جدا مهم لجامعة البعث، هذا الأمر نشجع بشكل دائم طلابنا أبنائنا الشباب، هذا شباب سوريا الواعد بقيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. حققت الرقم القياسي الأول بموسوعة جينيس تحت عنوان أكبر عرض للماندالا. لوحتي بتحتوي على 4096 دائرة ماندالا بمختلف الأقطار والأنواع والزخارف. أبعاد اللوحة كانت 488 سنتي ب 488 سنتي. لجنة جينيس كان طالبة 4000 دائرة، ولكن احنا حققنا 96 دائرة إضافية لحتى نضل ضمن بر الأمان في حال هنن ما اعترفوا بأي دائرة، ولكن جميع الدوائر كانت صحيحة. أكيد تكريم الجامعة هو بيعني لي كثير، وخاصة أنه كان في تعب كان في جهد، فبالإضافة أنه هو اعتراف عالمي كان في كثير دعم من جامعتي ومن دكاترة كلية الهندسة المعمارية. الماندالا يصنف كأحد أكثر الفنون تفردا وروعة في منطقة التيبت، واستطاعت لما زكريا عبر إصرارها تطوير مهاراتها وتحقيق إنجاز عالمي بالرغم من كل الظروف الصعبة، راسمة صورة معبرة عن إبداع الشباب السوري وطموحاته. أسامة ديوب، الإخبارية السورية، حمص.